معاكم ناتالي. انا دلوقتي في الوينستون تشرشل سينيبلكس في اونتاريو كندا. And I'm super excited علشان انا هشوف فيلم تامر حسني الجديد اللي اسمه تاج. So I am super excited ومبروك يا تيمو على الفيلم. احنا استوينا ارجوك احنا تهرينا يا عم الحظ مالك متحس شوية بينا ويا هرمون السعادة اليوم ده ملوش عادة لو هتشربنا قهوة ارجوك ما تكونش سادة ارجوك ما تكونش سادة ما يلا بينا نعيش شوية لسه السنين الحلوة جاية. فيلم هايل ومبروك. انا مبسوطه جدا ان انا قدرت احضر فيلم لتامر حسني وانا في كندا. يلا بينا نعيش شويه.